أم عبد الله تقول عن نفسها: أنا امرأة عيونة، أعمل مدرسة وعندي 3 أطفال وليس لدي أحد يساعدني في المنزل بعد عودتي من المدرسة. وعندما أعمل كثيرا في بعض الأحيان أشعر بألم فظيع في رجلي حيث لدي في رجلي عروق تسمى بالديابي، وكذلك لا أستطيع الصلاة وأنا واقفا من كثرة الألم فاضطر للصلاة وأنا جالسة. وحتى عندما كنت حامل بأطفالي 3 كان الطبيب يمنعني من الحركة لأن حملي صعب، وكنت أتناول الحبوب المثبتة للحمل وكنت أتناول الإبر كذلك، وكنت أصلي وأنا جالسة. هل صلاتي صحيحة ومقبولة بإذن الله أم أن علي إثم ولا تجوز صلاتي؟ جزاكم الله خيرا. أما النافلة تصح من الجالس حتى ولو كان يستطيع القيام، وله النصف من أجر القائم. وأما الفريضة فإن القيام ركن من أركانها فلا بد من القيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. إلا إذا مرض وصار لا يستطيع القيام فإنه يصلي جالسا ويؤمن بركوعه وسجوده إذا كان لا يستطيع السجود أولا. قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا، فليعرج رجلاه إلى القبلة. ولكن السائلة ذكرت أن هذا الألم ينشأ من أنها تخرج من عمل وظيفي ثم ترجع وتقوم بعمل البيت، وهذا لا شك أنه تعب باهظ، هل اقتصرت على عمل بيتها إذا كان لها ما يكفيها من زوجها؟ إذا كان لها زوج وهو قائم بالنفقة وإنما هي تعمل طمعا في المال والزيادة من المال، فهذه تقتصر على عمل البيت والحمل والولادة والحمد لله. أما إذا كانت مضطرة من عمل لأنه ليس هناك من يعينها ويعين أولادها فإنها تعلم، لكن لها الالتزام بالأحكام الشرعية والحجاب وعدم الاختلاط، أن يكون عملها في مجال النساء تعمل من حاجة. وإذا كانت لا تستطيع القيام من الألم الذي يلم بها نتيجة لتعبها في العمل الذي تحتاج إليه وتضطر إليه، هي معذورة الحمد لله.